Je parle de ça. عمي ريحة حلا. ليش هيك مو ظريف؟ أي صغيرة. ريحتها. ليش هيك؟ هاي ظريفة. أيوة خدي وحدة تانية. لأنه إحنا كتير بناكل جرجير. ناكل جرجير أكثر ما بناكل أكل. أيون أنا. خلص شو اعمل؟ اخذ هدول بتعرفي شو؟ والله ما بعرف، حاخذ وحده لانه ما حاسه كثير بتزرف. اخذي؟ ايوه دبلعنا كثير. خلص رح اخذ بس هي البطيخات. هالبطيخ في لي البطيخات بدون بطيخ، بس ما بدي اكون طيب لحسها. ما لا لا خبزتها علي حبيبتي. تعي تعي. وين راحت؟ راحت سعرها. الله شوف الورود. شو حلوين. لك صار لي ساعة عم دور على اسراء. ليكا نسينا نجيب خبز من هنيك. يلا مشي. يو حواء يو فركشت بهي. يلا هيا بنا. طلعنا احلى شيء سيدرا. شو قلت لي هلا بوشك على المطبخ. على فكره وانت كمان لازم تكوني معي عشان نلحق نخلص سوا. يعني مثلا انت بتستلمي السمبوسات والسلطه، انا بستلم الطبخه الرئيسيه، بعدين على القلي انت بتستلمي القلي. فهمتي؟ شوفي ليش دبانه موته. دبانه موته. طولنا ما طولنا. كان عم بالطريقه. بسرعه بسرعه بسرعه. يلا لا شيء عم يسكر طباخ السيارة بس هيك. هلا السيارة انقفلت ولا لا؟ سيندرا فاتت وسكرت الباب. صحينا صحينا. فوتتنا يا جماعة، فتت دغري على المطبخ لأن ما عندنا وقت. أول شيء بدي أفتح الجاج كرمال شو؟ أول شيء أهم شيء إنه شو؟ نغسل الجاج. تمام؟ هذا اللي جبته هلا. سيسي اهم شيء احنا شو بدي منك عن جد؟ تجهزي لي عده السمبوسه، طلعي لي فليفله فرميه مثل ما انا بفرمها، طلعي قرنين فليفله فرميه مثل ما انا بفرمها، وشوفي لي اللهم صل على النبي. وفوت عمار والله العظيم شو اسمه هاي؟ سمبوسه؟ ايه من البرندا لبين ما انا اغسلهم. سيدرا سمينا فينيتو بما انك بتحبيه. مو فينيتو، فيمتو فيمتو. اهم شيء الفيمتو. عم صور انا، علو شوي تلفزيون اوكي؟ 3:30 بقيان من هلا ساعتين بالضبط للأذان.
منيح منيح. سي سي والله طلع لي الخل، طلع لي الخل والملح. عمار تعرف شو قدره عم تقشر الفليفله؟ وانا غسلت الجاجات، هلا رح احط عليهم شويه ملح تمام وشويه خل، وضيف فوقهم مي فاتره. خليهم شوي قشر بس. ايه هيك رح خليهم شغله 10 دقائق. بعدين حطوا عنا. ايه اتفقنا انا وسيدرا، خلوني بس حط عليها مي. انه انا بساوي السلطة وهي بتساوي سمبوسك. ايوه مشان نختصر الوقت. شو هو ماما هي خليتهم. حطيت عليهم مي. ايه سيدرا حزين شو هعطيكي هلا انا؟ هعطيكي المصفاية كرمال، لا سيدرا مو هيك كان بدي اياها. شلون؟ الفليفلة. شوفي حبي هيك تمام. ايه ايه بس شايفه شوفي سيدرا كيف بتقشر الفليفله، بس هي بتصير كيف باللف بتصعب اكثر. انا كان بدك اياك تعملي هيك مثلا وهيك بهي الطريقه، يعني عرفتي؟ هي نعم بس يلا عادي عادي ما بيأثر. اعملي الثانيه هيك ما بيأثر. خير يلا خير. وانا بلش بالسمبوسه، بس هي الفنه رح اعملها بعد ما امن على الدجاج وحطه على النار، فلبين ما يستوي الدجاج بكون انا وسيدرا انا خلصت السمبوسه وسيدرا بتكون خلصت فرم السلطه. بس بدي احط هذه البراد والخميره والدبس بندوره. تعرفي سيدرا جبت كمان للزيت البلدي والزيت الاونا علب إلهم خاصة، بس لسا ما وصلوني، كثير متحمسة عليهم بصراحة. لسا ما وصلوني بس وصلتني هي المرة. شايفين؟ هذا المكان كثير حرتمه، بس عم استنى باقي الأغراض ليوصلوني. خلص سيسي. نسيت بدي أعمل لها أو بدي أعمل لحالي الطحين والمي مشان أسكر فيها السمبوسة. وين الطحين؟ ليكم هذا الطحين. بتعرفي شو؟ الملح والفلفل مبدئيا خليه برا، والزيت عندنا زيت مفتوح الطحين كبيرة هاي. لك لا بدي احط شيء. قصدك جيب بدية صغيرة؟ بدية صغيرة رح احط معلقة طحين تمام، يعني هيك شيء انه، وضيف فوقها شوية مي كمان. هي الطريقة نسكر فيها السمبوسة. السلطات انت خسلي كل الخضروات تمام؟ لا ماما ما هي على قدنا، يعني انه مثل هذيك المرة كيف انا سويت الجرجير وزاد، يعني زاد زبدية. سيدرا انا عم سوي الجرجير هذيك المرة تقول لك لا ما راح يكفينا. شو رايك الجرجير تبيها لحالها؟ امي لا جبنا تنتين، واحدة بصحن ماما رح خلي واحدة بصحن وواحدة مع السلطة. طيب انا بحب الجرجير. ما بتصير الجرجير مع امي بس انه انا بحبه، يعني هي ازواج انا بحبه. خلاص هيك ما رح خليها كثير ماي هيك تمام. هاي خلصة كمان صح؟ سيدرا هطبق الدجاج هلا بقلب التندرة وحطهم على النار، ومثل ما قلت لكم لبين ما يستوي الدجاج أنا وسيسي بنكون خلصنا لف السمبوسة والسلطة. حطبقهم هيك البارد وحط الحبش تاكلات تبع الدجاج. يلا شو جعان. هذا ضيف المي وشغل المي وشغل الغاز تحت نضيفهم المي. اوكي حطينا الدجاجات هلا امسكي السيسي بعدين شوي لو سمحتي. وين البصلة انا اللي قشرتها؟ حنضيف عمار هيك حنضيف هذا شو اسمه كان؟ قرنفل. حنحط
نحط هيك عودين رمخول. ولومي كم واحدة حط لكم؟ خمسة. مو هالدرجة خمسة. اثنين. هو رح حطهم خمسة عن جد. لأنه إحنا كثير بنحب اللومي. وورق غار كمان. هحط ورق غار. وحط هذا الحب الفلفل الأسود عرفتوا؟ فرجيكم. أنا هذا الكيس حبيته لأنه فيه تشكيلة كاملة. بتعرف شو رح أعمل؟ هأمسك رشة هيك وضيفة لأنه هي بحب شكلها كلها بتنحط عادي خلص بس. وهيل كمان بس بدي أحط قرنفل. شايفينه هذا القرنفل؟ هذا كمان بدي أحط. بدي أحاول نقي قرنفل. هي قرنفل أوكي. وهذا الحب الأسود بدي أحط. مامي يا مامي ماما امي عم تسمعني ولا كيف؟ ماما تعالي بالله شو اخيرا سمعتني. شو رايك بالتشكيله تمام صح؟ خلاص هي البصل وشوي زيت. زيت مو زيت يعني انه فجاه حسيتها كيف قلت لها زينت. اه سمعتك زينت لك اياها. حطيتها هلا رح احطها على النار. انت عادي حطيتهم كلهم على البارد ولا شغل النار؟ ما حطيت زيت؟ اه لا ما بعرف زيت ما بنحط. لا ما حطيت زيت تمام. ما سمعتني اني حطيت زيت. اوكي هذا خلاص خلصنا من اللومي. وما راح احط لهم مي سخنه. راح احط مي فاتره تمام يعني لا برده ولا سخنه فاتره. شايفين هذا الكيس انا حبيته مشكل فيه كل انواع هي يعني المطيبات تشكيله هي الفاخره. انا سميتها تشكيله فاخره. خلصتي سيسي؟ حضيت الماي طبعا. سمبوسه ولا سمبوسه هيك بتسموها؟ انا بسميها سمبوسه. ماما عم بحكي لها اكيد هيك. عمار اخذ عليه الصيام ما بيحكي علي. انا بسميها سمبوسه. انتو شو بتقولوا سمبوسه ولا سمبوسه؟ لا. خلص ما راح كنت الماي هيك تمام. لا. ايه تمام. انت بتعرفي انه انا قال لي شي 15 24 قطعه بدون حد. طب بتعرف شو راح اختصر؟ ما راح احط كثير سبايسي مشان ما اعمل هيك وهيك. ما راح احط كثير سبايسي. ايه. طيب. يعني حتى هي مو كثير حلو خدش. ايه اوكي كمان يعني انا صراحه ما بدي. ايه عمار ما بيحب كثير سبايسي فعمل لي انه يعني لا تحطي له كثير يعني انه سبايسي. كملت هلا على الدجاجات بس شو بعمل؟ ما راح اغطيها هلا، خليها شوي بقش الزفره من الوش اللي بيطلع وبعدين بغطيها. هلا سيدرا قعدت عم تفرم السلطه وانا رايحه اسوي السمبوسه. شو مامي؟ يا عمري ماما بتحب الخس واخذ عليها صيام اجت بتعمل هيك وتاكل خساي تذكرت انه هي صايمه. هلا السمبوسه تكون دايبه المفروض تكون دايبه. يعني انا ما رح كثير حسوي تقريبا 12 قطعه هيك شيء. لا تمام تمام تمام. بدي انتبه لانه هاي ابهار الكبسه ملح ماما بتقول لك عليهم. لا لا خلص بهار كبسه الملح حطيتي هيل. امبلا حطيت كم هيل يا ماما؟ حطيت قرنفل وهيل والحب الاسود هذا الفلفل الاسود. بتعرفوا شو؟ ما رح كتر فلفل كثير حرام عشان عمار عشان يقدر ياكله. بس مو كثير حطيتكم ماما مو حلوة قصدها ماما مو طيبة إذا مو حدة يا عمي حرام يعني مشان عمار ما بدي أعمل أنا بدون سبايسي يعني ما بدي أعمل نوعين. لا هيك ما بختصر على فكرة هيك ما بختصر. خلص ما عم كتر يعني حيكون فيها بس نكهة الفليفلة مشانك. ها قول يعني ما مسوي شي مشانك. قول سيدرا عم تعمل حركة اللحام عم تعمل هيك السكينة بالبقدونس. سيدة تعرفي شو البقدونس ما شرط يكون كتير ناعم عادي كبار بس الدبولة. ماما
يا سلم سلم. لحق لحق لسه في ساعه ونص. ايه مش يعني انا مجرد ما خلصت من هون بصفى عنا القلي ونطبق الطبخه ونتبل السلطه بس. الله عليك يا سيدي. اسيسي اسيسي فجاه انا مدلع حالي. ما في مره حلوه ومره مو حلوه.